لفقرتنا الأولى اللي ذكرناها في بداية حلقتنا، نتحدث فيها فقرة الاتيكيت عن إدارة الأزمات الحياتية. تعتبر الأزمات الحياتية غالبا تغيير مفاجئ للوضع مستقر نسبيا وإن كان ظاهريا. الكثير من الناس سوء فهمهم وتعاملهم معها يصعب عليهم التعامل معها ويدمر جوانبها من حياتهم. في فقرتنا هذه نتعرف أكثر على أنواع الأزمات وطرق التعامل معها مع ضيفتنا خبيرة التنمية البشرية والإتيكيت الأستاذة لينا حمامي. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة لينا. الله يسلمك وشكرا كثير لاختيار هذا الموضوع هذا، وبرحب كمان بالسادة المشاهدين والمشاهدات خاصة. يعني احنا دائما حوارنا موجه للجميع، ولكن اتوقع يمكن الفئة اللي متابعنا المستهدفة هي يعني ربات المنازل والسيدات او بشكل عام النساء. إدارة المشاكل الحياتية أو الأزمات الحياتية، مثل ما ذكرت في البداية كل المراحل، يعني يمكن حتى الطفل في مرحلة الحضانة ممكن يكون عنده أزمة مع زميل ما يتفق معه أو مع مدرسة ما تفهم تعبيره أو طلباته. موضوع وجود أزمة أو مشكلة لكل إنسان هذا يحتاج منه أنه يكون في عنده قواعد أو أسس للتعامل مع هذه المشكلة. خلينا نبدأ بداية نعرف إيش هي الأزمات الحياتية. بداية تم تقديم التقديم على أساس أنه خبيرة اتيكيت اللي حيصنع خبيرة اتيكيت يقول إيش ربطت علاقة، ما هي علاقة الاتيكيت بموضوع إداري. هو بالأخير هو نوع من أساليب من طرق التعامل في الحياة مع الآخرين بشكل لائق محترم، تحفظي فيه كرامتك وحقك كرامة وحق الآخرين. فبالتالي كلمة اتيكيت هي الأسلوب الراقي في التعامل في جميع نواحي الحياة. هلا موضوع إدارة الأزمات هو موضوع جدا كبير وهو علم يدرس في جميع أقسام العلوم، ابتداء من العلوم الإدارية إلى السياسية إلى القانونية إلى الصحية إلى النفسية إلى الاجتماعية. ولكن كون هذا البرنامج يهتم بالأسرة والطفل، احنا خصصنا الموضوع هذا وإدارة الأزمات الحياتية، بمعنى الحياة مع الأسرة الصغيرة والمجتمع بما في ذلك الأطفال والأصدقاء والأزواج وكل هذا. احنا لو عرفنا الأزمة بنقول تتكرر كثير على ما سمعنا، أمر في أزمة في أزمة، ولكن قلائلهم الأشخاص اللي
التي يمرون بها معنى الأزمة. الأزمة هي فترة مضطربة، فترة غير مستقرة، حالة من التذبذب النفسي والجسدي والاجتماعي والعلائقي والاتصالات بين الناس. عادة يترتب على هذه الفترة أو هذه الحالة أحداث تؤثر على الأشخاص الذين هم في نطاق الأزمة أو المتأثرون بالأزمة. تتأثر قيمهم، مبادئهم، حتى أهدافهم. يعني هي حالة من الاضطراب وحالة من الأحداث الغير متوقعة الطارئة الصادمة المربكة المزلزلة، بمعنى أنه يكون في حالة إحنا مستقرة من الحياة العادية الروتينية وفجأة نواجه أحداث غير متوقعة، فنقول أننا نمر في أزمة وأن لدينا أزمة في حياتي. يعني حبينا نشرح لو كان لها بوادر هالأزمات، نعم. إيش ممكن هي البوادر اللي ممكن تشعرنا إنه في أزمة، وكيف ممكن نتحكم فيها قبل لا تتحول إلى حالة مستعصية في حياتي وحالة مزمنة؟ صحيح الحكي. هذا يحيلنا إلى البحث في أنواع وأصناف الأزمات. في عنا نوعين من الأزمات. هناك الأزمة المباشرة، بمعنى أنه الشخص معني بشكل مباشر بالأزمة، هو طرف في الأزمة. أما النوع الآخر اللي هو الأزمة الغير مباشرة، مثلا الكوارث الطبيعية، مثلا الأزمات الاقتصادية، مثلا الكوارث الصحية، هي أزمة تقع في مكان ما على أشخاص آخرين ولكن الجميع يتأثر. إضافة أنه مش جميع الأزمات في مستوى واحد، في أزمة عامة تعم الناس، وفي أزمة شوية يعني خاصة أو أزمة يعني تخص فئة معينة. أو هذا ممكن تقولي إنه في أزمة شديدة، وبتقولي إنه في أزمة هادئة. يعني أوكي، في أزمة أنا ما قادرين على التحكم فيها وعلى ضبط آثارها على الأشخاص أو على الأهداف أو على القيم. فبالتالي مثل كل شيء في الحياة له دور.
هي الأزمة تبدأ في ولادتها. هناك بعض المؤثرات، هناك بعض الأسباب، هناك بعض الذرائع اللي تخلق هالمشكلة هذه، ثم تبدأ بالنمو هالمشكلة والتفاقم وتكبر، وهي في مرحلة الفتوة، فبتكون الأزمة في أوجها. ثم فترة مثلا بدأت يعني تنفرج هذه الأزمة، ثم مرحلة الاختفاء. الناس ممكن إنه يتعاملوا مع جميع هالمراحل في بنفس ردود الأفعال والانفعالات، وهنا الخطأ. يجب أن يكون الإنسان قادر على قراءة المستوى ونوع الأزمة ومرحلتها العمرية هذه الأزمة، لأنه بتختلف أنت ردة فعلك أنه خلاص بدأت تهمد وتنطفي هالأزمة هذه وتمر، وبين ما أنها تكون في عنفوان هذه الأزمة هذه. عشان تقدري إنك أنت تتعاملي وتستنبطي وإنك تدركي هذا، لازم يكون في عندك قدرة على قراءة الأحداث وعلى تفسيرها وعلى تحليلها، ويكون في عندك نوع من الذكاء الإبداعي من أجل أنك أنت تعرفي كيف تتعاملي مع هذا. هلأ للأسف الشديد أنه الوقت لا يسعفني دائما في اني اطول واني اشرح بما فيه الكفاية، ولكن بقدر اقولكم موضوع مهم جدا اللي هو في نوع اللي هو إدارة الأزمات، بمعنى أنه عندنا أزمة حصلت وأنا أديرها، ولكن في نوع آخر اللي هي الإدارة بالأزمات، بمعنى أنه الإنسان يختلق أزمة من أجل الوصول إلى هدفه. بمعنى حاطي مثال كبرتها شوية عشان هذه بتحصل في حياتنا بشكل شائع جدا. حاطي أمثلة بسيطة من حياتنا المعاشرة. مثال رجل في عنده موعد مع أصدقائه، وهو محتاج يخبر زوجته إنه هو حابب يطلع يسهر مع زوجته مع أصدقائه، فبيدخل ويختلق مشكلة صغيرة عشان يبدأ يصرخ
انطلاق أزمة. فتحنا عيونهم. ما نبغى نقول هذا. لا في في نفس الشيء بالنسبة للنساء، نفس الشيء بالنسبة للأطفال. يتمرضوا. يتباكوا. بعض النساء بتلاقيها دائما في حالة بؤس وأسى وحزن من أجل استدرار عطف الرجل وتمرية الدفع. فبتعيش الجو فبتعيش العيلة كلها والزوج في حالة توتر، في حالة ترقب، في حالة هذا، هي تخلق أزمة. ولكن نفس الأثناء هناك اختلاق مشكلة أو أزمة واختلاق ذرائع. أعطي مثال برضو، هذه كلها من خلال تجاربنا في الحياة ومعايشتنا بالحياة. هلا أنا لما بعطيكم الأمثلة قولي إيه والله هذا صحيح، هذا بيحصل، ولكن ساعتها بتكوني انت بتتصرفي بطبيعتك على طبيعتك او الذكاء الانثوي او الذكاء الرجل يلي يعتقد انه هو قادر انه يمشي اموره بالفهلوة. استاذة لينا دائما تحسي انه في بعض الاحيان يجي الرجل يقول لها انه مو كل شيء زي ما تعتقدي، ولكن هي فعليا هي عارفه الواقع اللي حيصير لانه احساسها سابقها بهذا الشيء، ولانه هي ايضا قادره على انها تقرا الملامح والحركات المتغيره للبشره بشكل عام، حتى يمكن من العامل المنزلية ولا من أطفالها إن كان مراهقين أو كبار أو يمكن من زوجها. طبعا لكل مشكلة أو لكل أزمة أو لكل عقدة لها شروط وأساسيات كيفية التعامل معها. حابين نتكلم عن والمشكلة. حاطي برضو مثال
جسدية تعبانة مريضة نايمة، دخل الزوج وقت الغداء وشاف انه الزوجة ما عملت اي شيء. مالك حبيبتي مالك ايش فيك يا؟ تقول والله انا مريضة. هو حابب يخلق مشكلة عشان في باله امور اخرى فيتخذ ذريعة هذه الأزمة يحولها إلى ذريعة من أجل تحقيق أهدافه. هلا هي صحيت، هل إنها تتعامل مع المشكلة الأساسية ومع الأزمة الأساسية اللي هي مرضها أو تعبها أو الحالة النفسية لدى، أم تكون ردة فعلها على ردة فعله هو؟ كيف؟ يعني قبل ما إنه نحن نستشيط غضب، قبل ما أن تكون ردود أفعالنا انفعالية غير متحكم فيها، خلينا شوي نفرغ هالغضب اللي فينا ونفكر كويس. هنا نتحول إلى كيفية تحجيم هذه الأزمة. من ضمنها إنك أنت أو إنك تصعدي الأزمة وتخليها تكبر ويقول لك السماء كبرت ما تصغر. فعليا الحلم في هذه المناطق هي يمكن هذه الأوقات تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى أنك تمتصي غضب وتهدئ أو هو يهدأ. صحيح، ولكن في حالات كثيرة تحتاج إلى تصعيد هذه الأزمة من أجل قطع جذورها وإنها ما تتكرر مرة ثانية. يعني فيها مثل هذه الحالة إنه هي مريضة وهو دخل وعصب عليها إنه ليه ما عملت الأكل ولم يتعامل مع الأزمة مع مرضها أو تعبها أو شكواها بغض النظر حتى ولو كان دلع. هي أزمة أخذت موقف حاسم وفهمته مشكلتها الحقيقية، الموضوع رح يتكرر كل مرة، كل ما شافها مقصرة من ناحية ما رح يتذرع بتعبها من أجل اختلاق أزمة ومشكلة. فبالتالي يجب تصعيد الأزمة في هذا وشرح تماما، ما تقول انه والله هو المفروض يعرف هو المفروض يحس فيني. لا، مش هيك المفروض. المفروض انك انت تعبري عن وجعك، مش انك تتوقع طالبي بحقك في ذاك الوقت يعني. وانك هذا النقطة الثانية، الطريقة الثانية انك انت تعزلي قوة
نسي دائما انه هي ممكن تزيد الدينامو. الدينامو المحرك في الشغب والمشاكل والحاجة. هذه تعتبر قوة محرك للأزمة، أو صديق أو زميل أو أي شخص، إنك أنت لما بتعزلي هالقوة هذه عن الأزمة أنت بتنشفي منابعها، أنت بتعطشيها للأزمة، بشكل إنك إذا حيتي هالشخص هذا أو أبعدتي عن مشاكلك، فبدل ما إنه هذا الشخص هذا يكون هو دائما الذي يغذي هذه الأزمة بالمشاكل وبالتحريض وبالزن وبالهذا، أنت عم بتجففي منابعك، هذا ما يسمى بالتعطيش الأزمة. النقطة الثانية احتوائها انه بمعنى انك تتفهمي، انك تقدري، انك تتقبلي، انك تتناقشي، انك انت تستوعبي الطرف الاخر ومشاكله معك. قد تكون يا اختي مشاكل نفسيه، تكون مشاكل عاطفيه، انت تحتوي الموضوع. دائما في منوجه نصائح للزوجه، يجب ان تحتوي الزوجه، يجب ان تحتوي مشكله على الزوجه بس، وكل هذا من اجل انه تستبعدي المشاكل، تستبعدي الأزمات، بس هذه مش دائما هي الطريقة. أحيانا نكون محتاجين إلى تفريع الأزمة، أنت بتشوفيها كبيرة وبتشوفيها إنه موجعة، وبتشوف فيها إنه يعني أنت مو كيف حتحليها، فبتاخدي هالأزمة هذه المشكلة وتبدأي في حل حالتها، تشوفي الأشخاص اللي هم مسببين للمشكلة، تبحثي في في الأحداث اللي حصلت وتشوفي ليش حصلت وكيف حصلت ومع مين حصلت وما هي النتائج التي ترتبت على هذه المشكلة البسيطة. أحيانا بتكون عبارة عن مشاكل صغيرة 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 صغيرة، بس تتراكم وتسبب كبير، صحيح، تسبب أزمة. يعني نحاول ننظر لها من بعيد ونشوفها جدا صغيرة حتى تبدأ تختفي شوي. أكيد تماما، أكيد. يعني في استراتيجيات، هذه تسمى استراتيجيات التعامل مع الأزمات. نصيحة على السريع كده للمشاهدين، انك انتوا خدوا وقتكم، خدوا وقتكم، فكروا بهدوء وقيسوها على أنفسكم، وحاولوا
ممكن هون يعني دائما تسوي ووازنوا انتوا الاختيار الحلول المناسبه، لانه ما بنقدر احنا نعمم، لانه كل حاله لها حيثيات ولكن احنا حاولنا اليوم نلم بنقاط قصيره كيفيه التعامل مع الازمات ان كانت مختلقه او كبيره او صغيره او تكلمنا عنها تقريبا بجميع النواحي، ولكن بايجاز ما شاء الله تبارك الله كفيتي ووفيتي استاذة لينا حمامي. نتمنى ان يكونوا استفادوا من هذه النقاط اللي طرحتيها لنا لهذا اليوم. يعطيك الف عافيه، شكرا لك. وشكرا كثير للمشاهدين الكرام، وانا سعيده دائما بالتواجد معكم. شكرا لك استاذه لينا. مشاهدينا فاصل قصير بنرجع لكم نكمل فيه.